يا ولا حوامل يا ولا حوامل يا ولا حوامل، والله شيء غريب في هاللمبوب. خلي وجه رزق الله، كل جمعه انبوبه، كل جمعه انبوبه، كان الغش حتى من اللمبوبات يغشوا فيها. يا رسول الله من البلاد ديما كان الغش على حتى هم انا مبارك لهم ربي. راك نخدم اللمبوبه تاع نحضر لكم اخرى. يا زهر يا زهر، شني شني شبيه؟ الطو انا قاعره. طول طول عسي علي وزيدي باتتي باتتي علي. شدي هاك شدي هاك. شني هاك؟ هاني كرش، هاني كرش، طل كرش. كرشة الرميح زينة. زينة رهينة في تركينا. هاني كملت عليك دي. اش بها الكرش؟ الكرش هذيك اللي حقرتها بخمسة آلاف، هذيك اللي حقرتها الكرش. في الشومي كرشة. هي الكرش هذيك. اغلى من كرشك يا لالا، هذيك اغلى من كرشك. بريت الكرسي خنبت اللمبوبة بار. الله ربي. هاك الكرسي، ها قدامك الكرسي، ها. حط منها زعما. قرب قرب شوي، قرب شوي من هنا. جيب لي كرسي يا اخي. بشوي يا زعما بشوي. كان جبت لمبوبة المقتصدة خير. لمبوبة مقتصدة. اي. في بالك يا لالا قداش تخدم اللمبوبة المقتصدة تاعك على ب 12000 يا لالا، ب 12000. أمها لالا ب 12000، هي ها ما خير، حتى بعت لي فاتورة نتاع الضو تجيك للشطر. لا هذا هو الحديث بالله، اسمع كلمة الشطر هذه ما عادش جدة، اللي نعرف جماعة الستير الفاتورة ديما طالع، الهبوط ما تعرفيه، ماشي وتطلع ديما. لا هكا زعما، ولا كاين بعيد. ماني عارفاتك أنت تموت على عناد، وبعدك هكا. نموت على عناد يا بنتي، نتكلم ولا نسكت يا تو؟ يا رسول الله الضوء ما نستعملوهش نحيناه، الضوء اللي نستعملوه نحيناه، البعداش بالفيشه نتاع الفريجيدير نسيناه، الفيشه نتاع التلفزه نسيناه، وين ماشيين يا باب؟ وين ماشيين؟ احسن حاجه تعرف شنو هي هذاك كل شيء، نسلوا الفيشه نتاع المنقاله ديريكت. تعرفي حل؟ والله اني مرة نسلك عن كوشك خير، هذا اسهل حاجه باش نرتاح من الجغجيغ نتاعك. اص اص اص، شنو عن كوشك؟ قال تسل لسانك خير. محسوب كل انت تعرف تركب لامبوبات. حاجه كبيره تركيب لامبوبا، حاجه كبيره. كان شفت واحد خير. شنو؟ شفت واحد خير يجي يركب. هاكا هو امبوبا ب 15000 ونجيب لها واحد ب 10000 يركب لامبوبا، عاد هاو ربحنا هني، هاو ربحنا، هذا اخر طلعه تو. شد الكرسي، شد بيه الكرسي، شد بيه الكرسي. خويا كيفاش شد بيك يديا مبلوله انا راه؟ كي يضرب يسقني الضوء في جرتك. اش مشايبك انت الضوء يديك مبلوله، شد بيه الكرسي، شد بيه الكرسي. شايله زهر بعيدة، زيدي مخدة، هاتي مخدة، هاتي يا والله حوال اخي صاروخ انت باش تصنع. يا بنتي هاتي مخدة تو، يعجبك بدري مخدة، بدري مخدة، بدري مخدة، بدري مخدة، نحطها فوق الكرسي باش نخرج على الاقل. يا رسول الله يا رسول الله، صاروخ باش يصنع فيه النقاش باش يبدل بامبوب. بشوي شد شد الكرسي. ها تو خايف على يديك، خايف ماش خايف على رجلين. ما كيضربني تو انا في جرتك نربح ياسر. باش شد بيا زهر مني، شد انت عشا زهر. ها الصبر يا ربي. مش يا زهر شدي عاد. هاني شادة بيك حنيني حنيني بشوي بشوي. يا بنت شد. والله شادة بيك يعجبكش. وين الأنبوبة زهر؟ وين الأنبوبة؟ قدامك أنا قدامك يا خويا اللي نقارك وحل في أنبوبة. يا رسول الله. يا جات الدنيا الدنيا راك أنت تبدلها، إيش تبدلها أنت يا زهر؟ ما نطلعش أني نبدلها. قلت لك شوف شوف شكون. آه يا رهدانة خايفة من الضو. خاف الضو ما لما نخافش توك سكري تو نربح حنيني. شديني بها أنت يا شدي. امشي بارك امشي. بيك زاد سخونه يا زهو، سخونه لمبوبه سخونه. هاتي حاجه شد بها، باهي شد داك هاك شو نشوف لك مين شد الكرسي. ما بعت لي بيك ما لك باش لا طيحي طيحي ايش بك شو منها كي باش نجي هاتي محرم شوي بشوي حليلي هاتي حليلي بشوي بشوي هات سيدي فزت لي شعري مليك راك مشبوت شبيك هكا بشوي يا زهو بشوي مخطوب انا فيك ما تخافيش تو انت مش بتقولك اش تعرف بشوي امشي بارك امشي زهر يا سلاك الواحلي زيدي مخدة زهو زيدي يا رسول الله هذه مخدة اخرى هاتي قسم على ربي يقعدك 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 شدي بي شدي ما تسالش ما تخافش هكا هكا يا رسول الله تاع 10000 ولا هنج المغرب المغرب وحنا بوبا تو ما بدلنا النقار يصنع في صاروخ منحسك منحسك اسكت يوسف كان مرة شبشبت لي شعري يا مبوبات بدلت شنو نحل فيه بشوي خلينا وين هي لمبوب هاني قدامك هاني قدامك منا منا دور هكا بشوي يا زهر طيحينيش ما تخافش هاني شادة فيك يا زهر شد يا زهر ها ودي شادة فيك بشوي يا ستار يا ستار يا كريم احنا
وحليلي برك. ها يا سلاك الوحليلي، يا سلاك الوحليلي. يا زهر هات تحت، انا حيت. يا زهر شدي هاك، شدي كرسي، شدي هاك، شدي الانبوب هاك، شدي. ردي بالك سخونه، ردي بالك سخونه. انفخ عليها. ينفخ عليك عفريت ان شاء الله. باري مدي الانبوبه الاخرى، مدي الانبوبه الاخرى. الانبوبه الاخرى وين ندير عليها انا الانبوبه الاخرى وين؟ شدي الكرسي، شدي الكرسي. هاني شاد، هاني شاد لبيب. باهي شدي الكرسي. وين ندير عليها انا الانبوبه الاخرى؟ الانبوبه الاخرى وين؟ تو ما مدت لك هاي. ما مدت لك هاي محروقه ما عنديش. عجب. بس شويه زاهو هاك هاك مش تطيح انا زاهو، شوفي الانبوبه وين؟ باك شلاطه طايح. ما فماش ثبت انت روحك، عندك انت، انا ريتها عندك انت. هي سامحيني يا زهوة. لا على روحك يا خشيت. في ساعة المغرب ما عادش وقت. يا رب شدين بيدي. هاي واحد امشي، واحد اثنين ثلاثة امشي لك الواحد. هاي سي يا زهوة وينك بترك سي يا زهوة هيك في طريقك. هاي يا باهي. يا زهوة هاي. هاي يا زهوة هبطي. صح هاي يا باهي. خلنا بشوي عاد. بشوي. شو يا زهر انتي قلبي كل سلام قلبي كل سلام. يا زهر وين صح راح نعمل لك هيك تو هاك ارسول بشوي ليه هاك يا رسول الله ليه هاك انبوبة حرت فيها يا رسول الله. ركبت ولا ركبت ولا برا نمشي خلينا نجرب بها ترى نعمل التو دشت ولا دشت ما عرفت انا شعر شو بالانبوبة شعر اش قول يعطيك الصحة هيا به وجيب خديم واختر 10,000 والله شيء يغري فيه. ادي راجل راني نزول الفرع فيه 380 فون تفتح الستاب رجع نخدمو في الستاب يا بنتي وين يوحلو كذا جول لي بالكرب يهزون حليل ظهر فيها تحلقة مرة أخرى. عجب شنو هو تو تعرف كيفاش باري طيب العشي تشعل ولا ايش لا بالشعر شنو يمشي وقت واحد كاكا؟ لا بدك تقعد تعشوا على شمعة بل لا ما يهمنيش فيك ني الضو يصبك تريق لو ترجع في بالك خالك جاي بحذانا راه اسمعني نقول ما نحب حتى كلب يجي اقول يا خوي خالي تو ولا كلب يا والله لا تحشمها ولا تصبح خالي ولا تو ولا الكلب ما حسيت معاونك خالي اي قد معاونك قد ما كركر وجاب قد ما دخلت يخدم معاه في الكوشه وانت ما ركحتش دخلت معاه تخدم في البحر وفي الحوض وانت ما ركحتش قد ما جاب لنا وقد ما كركرنا وقد ما عاون يا ما نحب حتى كلب يجي للدار اقول كلمه واحد وما واش عامل علي زي خالك شيري خالي شو بترديهولي خالك شو بترديهولي هذا اللي قاعد خالي خايف تو ولا خايف يا بنت محسوب ما حدا حاجه يا ريتي حتى كرش سردينا ناكل وما حكي بحد شيء مع عند خالد يعني بقول لحدي خلنا نعرف شكون نار تو خالد قال له بدك تكبر وقال له وقت يموت شرف الحب نعرف خالد نعرف عيب علي خالد خايب تعرفه شو منين كمون الفلوس منين جات الفلوس يا رسول الله يا عندهم يا خويا ما مستركوا بالواحد كان يسرق في النهار ليك رب وشيل الفلوس ولا يتفاخر بها حرام عليك حرام عليك حرام عليك حرام عليك خالد كيف والله يا بالله يا سي النقاد خالد وينك يا بالله فلوسي ولا فلوسها حرام البارح جاي متسلف من عندي 100,000 يا فلوسي حرام انا واش تتسلف الفلوس يا خويا تحليلك ربي يا خال يا روحك بالليل باش نحكي على خالي ليه كذاب مستحيل كان يحكي على خالي ني الحق في انا جايب لك التريليا جديدة هبطها استبداها تو ايش التريليا والله جايب على الاخت يا خال انا نعزوك ونقدروك نحتاجك ني ولا تحتاجني ولا فلوسي انا نسرق في النحاس وفلوسي حرام وكذا يا اخي انت بتاع النحاس ها انت عندك فلوك هذا حديد فعلا انا اهل ومالي ما دخلتش عليه شوف راجل كيف يدخل بيناتنا الشيطان عاد حط الفرش كيوسك يا نقاب هات التريليا في الوراثه قدك هات التريليا هات التريليا خليها اعطاها لك تاتس وما نعطيهاش لك ايش بيك يا خالي يا دي قالت تدخل علي انت تقول على اختي حتى انت سامحني فيك تسكتي لها راهو عامل فيا يسب خالك ويسرق ربي عامل فيا ويضرب فيا راهو يا زهر قلت لك على خالك قلت لك راهو خالك ناس طيبه تعمل انت تقدر تضرب فيا ها يا خال اقعد الحق في عينيك يا خال وسع جيب الحوت من التريليا فريسكه صح في يا صاحبي نرمي عليك تاتس ومع ستلبكا هاك 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 والله ما يسالك تاتس زايد يا خال خزيت عليكم يا خال يلحق على التريليا تلحق على خالك يا خال يا خال هاك تعطيها لي تاتس ليه تعطيها تاتس ميو
يا ودي يهديك يا صحراي. يا حباب وخيان وخيان. عسلامة ومرحبا بكم في برنامجكم لحباب على الباب. كالعادة والعويد معنا الأستاذ المحامي طارق الريابي، المحامي المختص في القضايا الاجتماعية، ومعنا البنية لوجين أبوها اللي رباها، وإحنا تويكا قدام دار سي مراد مالك. مالك سي مراد، عسلامة مرحبا بك. عسلامة مرحبا. سي مراد مالك متزوج من مدام نجاح هكا ولا؟ أي عندك بنية وليد من مدام نجاح، وعندك وليد من الإكس نتاعك. أي صحيح. وعندك بنوتة أخرى اللي هي اسمها لوجاي. منين؟ والله منين أنت هدرة مني معناها. أنا عرش بالضبط كيفاش. شنية؟ شنية ما تعيطها؟ نجمو نعيطولها البنية هي أبوها ونشوفوها بالضبط كيفاش. شو الحكي اللي جايك بها عصبيح؟ ليش يا زادة شنية؟ مدام سمحي أنا منيش مثل المعلومات هذي الكل علي وعلى راجلي. إيجا نقول لك حاجة، احنا برنامج، احنا برنامج مدام، احنا برنامج معناها ثم شكون هي اللي تصور انت يا معلم؟ قال له بنيه وشنو حاطط لي كاميرا غادي وينين؟ يا ودي مانيش نتصور. شنو البنيه برا عندك كاميرا؟ هات ويجيبوها تويكا. جيبوا لنا البنيه هي والراجل اللي مربيها، هي ابوها اللي ربيها. ليش شنو هو؟ تحكيوا يا جماعه ولا فرقتي؟ اي مدام الراجل هذايا اتصل بينا، جينا مشينا نحن فركسنا على الام نتاع البنيه هذايا، عطات اسم سي مراد مالك وعطاتنا عليه كل شيء باش نحن جينا معناها هوني. فهمت؟ وجينا شفنا البنيه هذايا. راني تعبت ياسر في الجرات ما تكذبش عليك. درت تو اليوم عندي يا ودي فهمني يا اخي. غير بنتي انا اسكت خليك يا اخي سامحني يا اخي، جايتني انت باش كويس. شكون يما هذي؟ سامحني في المضمون
شكون هما انت تعرفهم؟ احنا ما نجموش، احنا ممنوعين نسوق الاسم لهم. انت تعرفهم يا مدام، يا مدام هو يعرفهم. خلينا نكلموا. انا جاي بطفله تقول لي هذه بنته وما نعرفش شنو، وقال لك فما قانون في البلاد. فما قانون يا مدام سامحني. قبلها راهو عادي. اما انا نعرفه ماهوش بتاع يا مدام سامحني خلينا نكلمك. لا لا سامحني. انت صارح. انا ما صارحتش. يا ولدي اش صارح بيه هذا؟ يا ولدي اش نضربه؟ لا 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 يا ولدي اش نضربه؟ يا ولدي محمد راجل كبير ما عادش يفكر. لا سامحني يا برا يا ولدي برا يا ولدي يا ولدي برا اخرج علي خير بعده. انت محامي خويا خرجوا خويا برا برا يا ولدي برا يا حبوب برا يا ولدي اخرج علي يا ولدي برا. اش فيك راجل كبير؟ اسمعني اختي الغالي اسمعني عايش بنتي نكلم فيك عايش بنتي يا ولدي برا يرحم والديك يا ولدي احكي معايا انا عايش بنتي شنو نقول لك حاجه معها وكبش فيها هي خلي ليه خل فهمها عليه شنو يا اخي خلينا نتجار انتوما مش خلينا نتجار خلينا نفهمك انت ما تحبيش نفهمك هو صار حكي هو كيفاش انا قابلتها يا ولدي يا جاب بلاي شكون امها كيف هي بنته انا تفضل خويا مودي محامي شنو الحكايه شنو هي تفضل خويا عاد عندك ما يثبت عندنا ما عندنا ما يثبت تفضل خويا اسمعني فما المدام هذه تجي شوفها مزيان على شوفها ما عندكش الحق شوفها انا عندي الحق داخل الاداريه نكلمك انا نقول لك شنو هذا القانون هي تجي البرنامج احنا نشوفه معاك اذا كان انت كانت تعرف تقبل الامور من قيوب لغير حتى مشاكل واذا كان اخويا تحب فما حاجه تحليل يا ولدي ما عندي شيء تعمل تحليل نعمل تحليل وراس اختي كوش حليب مرض وانا خاصك هنا فيهم الكوش والحليب سماح سماح يعطيني لقبي بتاع البنيه وكا هو ما حاجكش بيها مش مشكله انا ما زلت وسع بيني معاك امان واحد يمكن في يمكن في نسبته مش عيب هكا ودي انا عيب شكون يمه والله عيب عليك علاه ما سرحتش مرتك قانونيه راهو فهم امور قانون يا اختي لا لا تفريق ما يصير لك شيء اسمعني امال يا عايشك تسمع سامحوني وفات الحكايه امال وين تخلي يا اخو سامحني خلينا نكلموا بالله خلينا نكلموا شو تعمل يا شاش يا مدام تقول لي اسكت لا اسمعني يا مدام كنت كلام طيب فما امور قانونيه خلينا نحكي معك امال كلمه واحده خلينا نكلمك كلمه واحده خلينا نكلمك انا امور قانونيه نرمى المورك شرح شويه 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 خلينا نكلمها يا ولدي برا اخرج يا ولدي برا اخرج يا ولدي يا مدام وسع بيه شو الافلام اللي تعمل فيها شو الافلام مش عيش عليه وعليك يا ولدي برا صلي على النبي يا مدام صلي على النبي صلي على النبي شلون نضحك يا مدام اسمعني كمل كمل يا مسيو يا عايشك سامحني مدام يا عايشك انت لو كنت تذكر روحك شويه مع شكون عمه مع شكون معنيها من كون جبتها الطفله هذيك اكيد راك تتذكر روحك هذه شيء يا اخي من يوم تذكر ما عليه وين تذكر وانت اسمها جات البرنامج هي موجوده القضاء باش تخرج المراه وباش تجي انت وباش تعملوا زوز التحليل وباش يظهر اللي هي بنتك راح باش تقيد الطفله باسمك فضها فضها هكاك وباش تاخذها عندك يظهر لي هذا ياكل اسمعني يا مدام اسمعني يا مدام ودي برا يرحم والديك على هكا العشية يا ربي لا بشوية يا ودي برا اخرج يا ولدي بس روحي شوف خليني نجي نكلمك خليني نكلمك يا ولدي شوف 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 محامي مرة شوف 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 اسمعني اسمعني يا مدام شوف 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 كلمة واحدة أخوك كلمة واحدة يا ولدي برا الخليفة علي والله الخليفة علي أنا اللي صرفته اللي صرفته اللي صرفته كوش وبنتي كوش وحليب يخلف علي يا رب ما حبيتش تعرف بنتك وأنت ما حبيتش تعرف بنتك فهمت أنا مصدوم والله العظيم شيء عيب مصدوم مش بتروح شوي لا لا تحاسبي على فعلته هو تحاسبي والله عيب عليك تمكن في بنت يا حمودي ما نجيبك البنايه حتى قعد شبه له هات الطفله قالت تبوس بابا هاك اختك
هكلمك عايشك اختك هذيك اللي كان ماما يا صغير بدا يا صغير تاع شنو مخبيره لا حبان حابين نقولوا حاجه للجمهور الجنوبي يتفرجوا فيك في رمضان ان شاء الله تسمحنا الساعه غسله وتعديت غسله وتعديت وراجلك حبي فدلك عليك كاسحه شويه تفدلك تفدلك تقتل هذا من الاخر مسامحته ولا اي مسامحته تبيعها ولكن روح ونحن يا دليل يا دليل ولكن روح ونحن تفهمت يا راجل تصفيات صافيه تصفيق عليها ويعطيها الصحه الاسبوع الفارط عشنا فيه برشا احداث لكن للاسف معناتها حدث اسقاط الحكومه غط على برشا احداث ما سمعناش بها معنا مواطن كان سمعته بالخبر نتاع معناتها المواطن لقاء الفار في الدبوزه هاو معنا المواطن يرحم بيك يرحم بيك راهو جربوه قد هكا وتقول لي فار ما يجيش من عاد ما يجيش كيف كيف جربوه ولا فار معناتها انت سيادتك المواطن اللي لقيت خلينا نفهموا الراي العام اللي لقيت فار في دبوزه زيت حاكم هكاك صحيح انا راهو صحيح انا هو المواطن اللي لقيت الفار في دبوزه الحاكم وباش يكون في بالكم مش كان انا زاد حتى اختي تلقى فار في نص خبزه باقيت اختك ساره لقات الفار في نص خبزه باقيت اي اختي لقيت الفار في نص خبزه باقيت نفس الفار ولا والله ما نعرف واش الفار كاين من الخبز نقز للزيت ولا من الزيت نقز للخبز ما تو ماناش متاكدين ما عندنا حتى معلومه باش ما نغلطوش الراي العام وغلط العباد يا نفس الفار يا كل فار وحده الحق نتاع ربي معناتها هي اختك معناتها اختك هي اللي لقات الفار يا ولدي اسمع حاجه كاختي هي اللي لقات الفار في نص باقيت تو جيت تعطيكم هي التوضيح بالتفصيل كيفاش لقيتها تو ناديها يا منصوره منصورة باين ما غير ما تناداها معناتها انت سيادتك خلينا معك انت معناتها انت اللي لقيت الفار معناتها اي خلينا نكملك عاد الحداثة ني صحيح لقيت الفار واختي لقيت نفس الفار ولا ماهوش نفس الفار حتى المرأة نتاعي راهي المرة اللي فاتت تلقى جيران حشاك في حقة ماتم ولدي زاد ما سلمش يلقى وزغة في حقة معجون بعد حتى من النوم المرة اللي فاتت تلقى حنش في شكارة السميد هي مش كسكس معناتها ما شاء الله عائلة كاملة معناتها تقريبا مغرومة بالحيوانات والله تنجم تقول الحيوانات هي المغرومة بينا باي خلينا في الفار اللي لقيته انت معناتها انت معناتها لو تحكينا كيفاش لقيت الفار في دبوسة الزيت راه مش أول مرة اني نلقى فار صارت لي هذه حتى مدة عامين طول تالي نلقى فار في كعبة قزم تاعي ترى ونص أنا الفيران قاعدة تترقص علي معناتها انت معناتها الغريب انه يحصل معناتها في قضايا في مواد غذائيه معناتها وشركات معروفه ايضا والله انا حسب ما لاحظت اللي الفيران قاعده تتراقص في المؤسسات العموميه تنجم تقول الفيران على المواد الغذائيه على المواد الغذائيه وتنجم تقول في كل مؤسسه ثم فار ينقص ولا فارين موجود الفيران تنقص والمشكله اللي هو تدفع في المؤسسات اللي تابعه الدوله الفيران تتراقص معناتها انت الساعه خلينا في الفار نتاعك انت الفار لقيته بالضبط في دبوزه زيت زيتونه ولا ايه فار الحاكم قصدي فار في دبوز زيت حاكم معناتها الفار تابع دبوزه لقيته في دبوز زيت الحاكم ايه الفار هو تابع مش عارف يا الحاكم حتى في الدبوزه نتاع الزيت نتاع الحاكم يا الحاكم هو الفار بتبيعته في الحاكم يا هو الزيت في الدبوزه نتاع الزيت نتاع الحاكم يا الحاكم يدخل في الزيت هو نتاع الحاكم ما فهمتكش هو الفار تابع لقيته تابع زيت الحاكم هو الفار تابع الحاكم اما مش عارف ما تديش الكذب اخوي راهو اليوم واسع غدوه ضيق ما تديش الكذب يا الحاكم حتى في الزيت يا هو حاط زيت الحاكم يا هو داخل من الحاكم ما نعرفش عليه باهي خلينا نفهموا بشويه مع بعض انت اتصلتش معناتها بالسلطات المعنيه باش خاطر هذا استهتار يسمى بمصلحه المواطن معناتها وصحه المواطن ويا مدراك راهو معناتها اتصلت راه مش ساكت ما نكذبش عليك اتصلت ومشيت غادي وبارك الله فيهم قابلوني وحكوا معايا وفهموا ايه هزيت لهم على دبوسة الزيت ولا هزيت لهم والله هزيت لهم الفار قلت على بالك يلوجوا عليا بالك يشرشيه بالك حاجه وهزيته لهم اما فهموني كل شيء تفهمت الحق نتاع ربي تفهمت ايه معناتها شنو كان ردهم غاديك معناتها قابلتهم انت غادي شنو كان ردهم والله قابلتهم حكينا في الموضوع وشرحوا لي كذاك ساعه تفهمت
والحق بتاع ربي رانا كنا ظالمينهم. برشا ناس كي تسمع كيما هكا فار في الدبوزه تصير اشكاليات وكيفاش فار وكيفاش فار، لكن كي تمشي وتظل على عين المكان ويعطوك المعلومه الصحيحه تحضرهم من المصدر مغاديكا عادي. ايه شنية الحكاية بالضبط شنو وضح لنا؟ والله باش نوضح لك وراه ما فهموني غادي. هذه قال لي في معناتها تسمى مسابقة وطنية جت على مش الولايات كل باش نكذبوا ثم ولايات كذا مسابقة. شنو عاملين مسابقة مع الفار في الدبوزة كيفاش مسابقة؟ مثلا نقول هنا انت مثلا تلقى مثلا دبوزة تلقى مثلا خمسة فيران ولا تلمت خمسة فيران يعطوك دبوزة زيت بليش. ما فهمتش تلمد خمسة فيران في خمسة دبابس؟ لا 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 خمسة دبابس يطلع لك فيهم خمسة فيران ساعات تاخذ دبوزة ما يطلعلكش فيها فار انت وزهرك. ايه شنو تربح؟ شنو تربح دبوزة زيت بليش زيت الحاكم تربح دبوزة زيت حاكم بليش. ايه معناتها هذه عاملينها على الخبز زادة ولا في لا 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 بتاع الخبز هذيك حكيت معاهم في التسوق قال لي هذيك مسابقة أخرى معناتها ماهيش تابعة بتاع الزيت واحد بتاع الخبز لا. يعني معناتها كل قطاع واحدة عامل مسابقة. قلت لي راني كمشيت قلت لي راني أمي لقيت حنش في السميد وأختي لقيت زادة كيف تلقى فار كيف ينيه وأختي قال لي لا طلعوا على الفار بتاع الباقيات في الخبز قال لي الفار نجم يدخل الفار أما عندك جيران نتاع حكة مطم قال لي لا كل مسابقة راهي وحدها ما مش شكشوكة كل مسابقة وحدها. معناتها كل مسابقة معناتها الجوائز تختلف تو في الزيت مثلا يعطوك دبوزة زيت في الطماطم لا انت جيت في الطماطم تاع كيكو نتاع كيلو يعطوك رطل تاخذ حكه طماطم تاع رطل. اي انت ما تشوفش هذا استهتار بالامن الغذائي معناتها بتاع المواطن؟ معناها امن الغذائي بتاع المواطن يعني معناتها صحه المواطن ما تشوفش استهتار هذا بصحه المواطن من الدوله؟ يا ودي يا راجل اخويا انا صحه وانا امن غذائي الدوله تو قاعده تستورد في السرطان تو يرسل لي جماعه الكونسير الله يشفيهم مرضى وما يلقوش الدويه وهم مسايبين ما يستوردوا لهمش الدويه ويستوردوا في السرطان والقمح المسرطن. معناتها انت تشوف انه صحه المواطن ما عادش عندها حتى قيمه المواطن ولا ما فهمتش انا؟ خلوه باقي عاود فيها صحه المواطن يا اخي تكلموا ولا نسكتوا يا ودي برت العصبيترات والله العظيم حتى البطاطس عافتها يا ودي قال صحه المواطن المياه هابط من السباله ناتن ما يشمش يا رسول الله تقولش عليها منفخ فيه كلاس الكشباطي ولد عمي تكلموا نسكتوا ولا طماطم الطماطم المتعدين بها ويتقطر بالمية والذبين والناموس وريحتها تنشع ها ولا البطوارات تشوف البطوارات يضحوا فيها لا طبيب لا فرم لا حتى شيء وحال اكل وصخ وتعيف يا رسول الله وانت تقول لي صحة المواطن تو هذه اخر طلعة. معناتها انت تقول معناتها كيفاش معناتها اذا الدولة ما شافتش الشيء هذا كيفاش ما تهجمش علينا الفيران وما تهجمش علينا معناتها بالطبيعة يا ودي هذا كله والفيران تحبها ما تهجمش. يعني معناتها انت تو صورت لنا المشهد كنه قاتم برشا معناتها ثم زاد مراقبه صحيه تصور ما ثماش مراقبه صحيه. وين المراقبه الصحيه؟ وين تشوف فيها المراقبه الصحيه وين تشوف فيها؟ نقول لك امي لقيت حنش وتقول لي مراقبه صحيه كيفاش تخلي الفار كيفاش تخلي الدبوز؟ كيفاش تخلي الدبوز؟ اي فعلا معناتها السؤال محير معناتها احنا تو كيفاش باش نراقبه معناتها والله سير نتكلموا بصراحه. خي مش الراقبو الراقبو السميد الراقبو الدبوزة مش الراقبو أخي مش الراقبو الراقبو الفار ايه الفار وين متشدة وين متشدة الفار هاو تخلف الدبوز هاو نقد الخبز ايه نرجعو له للدبوزة الراقبو الدبوزة ولا الراقبو الفار تو مش الراقبو الفار ولا الراقبو الحاكم ايه الفار تو تخلف الدبوزة بتاع الحاكم ايه شكون انت نشدو الفار هادي شي كيفاش نشدو الفار يا رسول الله يا اخي مش نشدو الفار ولا الراقبو الحاكم هني شكون مش الراقبو هني الفار وين هو؟ الفار هاو نقص الخبز. ايه مدعم الخبز. ايه كان في الزيت المدعم هو الفار كان في الزيت المدعم نقص للفارينة المدعمة. عاد واضح هاي واضح عاد الفار هاو طلع مدعو. الفار طلع مدعو. ايه منين وكيفاش باش تشدوه تو هني الفار تو الدولة مش تحبس باش تشد الفار. منين نعملوا نشوفوا كيفاش الحاكم يشوف الفار ولا الفار يشد الفار ولا نشوف نعملوا الفار يشد الحاكم. ايه تو ما فهمتكش معناتها توضح لنا انت تو الفار كي لقيتها في الدبوزه علاش ما سلمتهاش للحاكم؟ يا اخي نعرف عليها اني بوها الفار نقعد نتبع في الفيران هي تتنقز علي حتى الكاس هاي تقطعت. باهي شكرا ليك ما غير ما تنرفز روحك يعطيك الصحه نشكروك. بالله على الاستضافه هذه وعلى هالحوار الشيق. بالعكس انت ضيفتنا وضيفتنا على قهوه. ايه تفرض اشرب قهوتك اشرب قهوتك. يعطيك الصحه شكرا. خيال وخيال وخيال.
شنو هذا؟ شو هذا؟ حصانك جري مال الزهر عندك. شنو هي هذه؟ لقيتها في القهوة. رتالة 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 كور كور من خاطر.